وذكر حجاج العراق خبر تولية الحجاج بن يوسف الثقفي عليها. أرسل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق، فلما بلغها دخل مسجد الكوفة وطلب اجتماع الناس، فاجتمعوا وهو ساكت، فبدأ بعضهم رميه بالحصى، ثم كشف الحجاج عن وجهه وقال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ ثم خطب خطبة ومنها قوله: أما والله إني لأرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها،